عارفة ان انت بتحب جدا بليغ حمدي بشكل خاص بقى يعني. انا عارفة عبد الوهاب وموجي ودايما بتقولهم في باكج واحدة بس يعني يمكن انا حتى كان كنت عامل شانل زمان على ساوند كلاود اسمها البليغ كنت انا متابعاها صح. ايوه فيها اغاني كتير قوي وبليغ في حتة تانية خالص عندك. هلعب معاك لعبة قاسية. ايوه هديك اغاني لحنها بليغ وتلحنها لي يا نهار ابيض على الهوا كده بلحن تاني. صعب. ما بقول لك مش عارف والله هتقدر هفشل انت قد لا مش هتفشل. عايزاها بقى قلع 2022 يعني الاغاني دي ازاي ممكن تتعمل 2022. انت عندك تلات اغاني تختار منهم. عندك طاير يا هوا اتفضل. عندك ليالينا. انت بتقضوا عليا اه والله. وعندك سواح ودي كانت نهايه تعديل الشفا وماشي في البلاد لا خالص وتلحنها بقى لحني دي ب 2022. مكملين معاكم 92 رقم الاس ام اس وفي البريك على طول. ما احنا قلنا بقى في حاجات بتيجي ارزاق بس احنا فين والراجل ده فين بس يعني يا معلش استجابة للعبة بس استجابة للعبة كامل الاحترام. ما انا عارفة انا عارفة تأثرك وحبك الشديد ليه وانت برضو جامد يا عم. احنا عندنا برضو في 2022 عزيز شافعي فنشوف بقى اخترت ايه. طيري هوا طيري هوا لقيت ايه ان انا ممكن يعني ماشي يلا نلعب يعني. طاير يا هوا طاير عالمينا رايح يا هوا تخبر أهالينا. طاير يا هوا طاير عالمينا رايح يا هوا تخبر أهالينا بس تلعوى وتفتن علينا. أمرك يا هوا أمرك يا هوا يا هوا أمرك يا هوا يا سلام احلى عزيز شافعي ده يا جماعه واحلى لينا للادي انسوها بقى امسحوها خالص جميله جدا احنا هننزلها والله.